مساء الخير الجميع، شكرا للحضور عبر الفيسبوك أو عبر زوم. الليلة هي الجلسة الثانية من حجوات آيكات، وحجوات آيكات دي تكلمنا عنها يعني الفيديو الأول أو السيشن الأول اللي كان السبت الفات يوم 4. تكلمنا عن انه ليه احنا عاملين السلسله دي، وعلاقه الجمعيه السودانيه بالمعرفه الطويله بالمجموعه بتاعه اينات اللي هي الانترناشونال نتورك اون ابروبريت تكنولوجي او الشبكه العالميه للتقنيه الملائمه. وقلنا انه عندنا ارتباط وثيق بهم، وكانوا ساهموا في فعاليه اسهمت في انه احنا نتلمى مع بعض، ومعظمنا هنا من المؤسسين للجمعيه السودانيه للمعرفه. عدد مننا كبير من ما تاسست الجمعيه في 2012 بدا يحضر المؤتمرات اللي بتتنظم كل سنتين في دوله افريقيه بواسطه الشبكه الدوليه، وبيكون دائما بيكون في يعني شريك محلي، بتكون جامعة، وبيحصل التنسيق، وبتقام بعد ذاك المؤتمر الدولي بيقام في الدولة. السنة الجاية هي هتكون النسخة العاشرة من المؤتمرات آيكات اللي هي الانترناشونال كونفرنس اون ابروبريت تكنولوجي، ولأول مرة هيكون في السودان. وأنا بقول لأول مرة لأنه في دول أخذت الفرصة دي أكثر من مرة زي جنوب أفريقيا وزي زيمبابوي. معظم المؤتمرات بتكون في حتت مختلفة، لكن شاء إنه الدولتين ديل يحصل فيهم المؤتمر أكثر من مرة. فنحن سعيدين جدا جدا يعني إنه جات الفرصة إنه المؤتمر الجاي يكون في السودان، وحيكون بتنظيم جامعة الخرطوم وجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. احنا بعلاقتنا ولمعرفتنا بأينات فكرنا في انه نعمل السلسله الاسفيريه دي على اساس انه يعني نشارك معاكم تجاربنا، ويمكن بالمشاركه دي نقدر نشجع اكبر عدد في المشاركه في السنه الجايه. المؤتمر واحده من الحاجات المهمه، طبعا في اي مؤتمر بيكون في مواعيد بتاع تسليم اوراق وكذا. فمواعيد تسليم الاوراق يوم 4 اكتوبر، واللي هو قرب شديد، فعشان كده جات الاهميه ذاته، لانه احنا نسعى بشده انه نحاول نصل للناس اذا كان على الارض او عبر الاسافير. الجلسه اللي فاتت اتكلموا مروان، من الليست اللي شاركناكم في البوست بتاعنا موجود برضو على الصفحة، إنه في زي 23 مشارك من الأعضاء الجمعية شاركوا في مؤتمرات آيكات، بالذات من 2012 وأنتوا ماشيين لقدام. اتكلموا خمسة من ديل الجلسة اللي فاتت، وكلهم جايين من مجالات مختلفة. يعني بتكلم مروان، هو جاي من المجال بتاع الهندسة الإلكترونية وهندسة الكهرباء، وتكلمت إيرم جاية من العلوم تقنية المعلومات. اتكلم سهل، وهو زول كيميائي لكن متخصص في المجال بتاع المياه، واتكلمت روعة، واتكلم مجاهد ديل من جامعة كسلة، والاثنين هم من مجال الحاسوب. الجلسة دي عندنا برضو أربعة أو خمسة hopefully لو دخل الزول الخامس، لكن so far عندنا لنا وعندنا إسراء وعندنا رميساء وعندنا ودان، هيتكلموا بالترتيب بداية بلنا بعد رميساء وبعد وجدان وبعد إسراء، هيشاركوا القصص بتاعتهم ومشاركاتهم السابقة في المؤتمر بتاع عينات. الأينات ذاتها والمؤتمر دي أو المجموعة اللي تحت الأكاديميين
والبروفيشنالز المهنيين في مجالات المختلفه تحت التقنيه الملائمه بتلقوا المعلومات بتاعت المؤتمرات السابقه وعن الشبكه دي في الانترنت. واحنا هنقوم هي موجوده يعني في البوستات، لكن برضو هنعمل لها ثاني شيرنج على اساس انه الناس ممكن تمشي تتعرف على الشبكه وتتعرف على باقي المؤتمرات، وحتى بتكون في فرصه انه تنزلوا البروسيدنجز بتاعت المؤتمرات دي وتشوفوا الاوراق العلميه او البوسترات او الانواع المختلفه بتاعت التقديمات اللي كانت في المؤتمرات السابقه، وممكن تلقوا حاجات شبيهه بالشغل اللي انتم بتعملوا فيه. في اربعه يعني انواع بتاع التقديم في المؤتمر ده. انت بتقدم ابستراكت، لكن ممكن تكون رغبتك بالابستراكت دي انك تشارك في الاورال بريزنتيشن زي ما بنقول او البيبر بريزنتيشن، اللي هي زي المؤتمرات العاديه بتجيب بتقدم ورقتك في 10 12 دقيقه. النوع الثاني هو البوستر بريزنتيشن، يعني بتكون انت لخصت الشغل حقك في شكل بتاع بوستر، وبيكون في بوستر سيشن بيجوا الناس يزوروا البوسترات ويتناقشوا معاك في شغلك. في برضو ورش، الورش دي نوعين، يعني ممكن تقدم ورشة تكون عندك يعني عدد من الناس انت عاوزهم يجوا يتناولوا موضوع محدد عنده علاقة بالشعار بتاع المؤتمر وبالموضوع طبعا بتاع التغذية الملائمة. الشعار بتاع المؤتمر السنة دي هو عن السلام وعن الحوكمة عبر التغنية الملائمة، وبرضو يعني إنه كيف التغنية الملائمة ممكن تساهم أو تدعم البيس وتدعم الحكم الرشيد، وكيف برضو ممكن الابروبريت تكنولوجي تساهم، وأصل ده المجال بتاعها الأساسي اللي هي السستينابيليتي أو التنمية المستدامة، إن كيف تخلق الاستدامة والرفاهية للمجتمعات في الزمن بتاع التغيير المناخي العالمي اللي بقينا كلنا شنو متأثرين به. فالجلسة دي أنا حاسة هنا حأجيب، حخلي إنه ايوه كنت بتكلم لكم على انواع الهنايه، معلش نسايه. الورش ممكن تكون انت عندك مجموعه من الناس، انت بتفصل الورشه بتعمل لها بروبوزال يعني مقترح انه عايز الناس تيجي تتناقش حول موضوع محدد، انت بتجيب السبيكرز وبتنظم الورشه دي، وبعد ذاك الورشه دي بتكون جزء من البرنامج بتاع المؤتمر. الورش ممكن تكون نوعين، يعني ممكن تكون ورشه نظريه، النقاش حول نظريات حول يعني زي الجلسات الحواريات او كده، مثلا عندنا المجالات بتاعت الاخلاق الاخلاقيات في او الاثكس يعني في الابروبريت تكنولوجي، ممكن تكون السياسات، ممكن تكون النماذج، ممكن يعني بشكل نظري الناس عاوزه تناقش موضوع ممكن تقدم مقترح لورشه. في نوع ثاني من الورش اللي هو ممكن نسميه هانسون ولا الشغل باليد، يعني اللي هو دي بيكون انت مقدم ورشه وعاوز تعلم الناس اللي هيجوا ورشتك دي النوع من انواع الابروبريت تكنولوجي. يعني مثلا دائما في المؤتمرات بتاعتنا دي بيكون في ورش مثلا تعلم الناس كيف يستعملوا الراسبري باي، ده في مجالاتنا احنا ناس الحاسوب، الراسبري باي ده كمبيوتر فيري سمول قدر الكريت بتاع البنك، ولكن عنده طاقه بتاعت بروسيسنج عاليه، ممكن تشغل لاب في مكان نائي، غير انه صغير ورخيص، هو برضه بيتحمل الحراره وبيتحمل الاتربه وما بيحتاج لطاقه كبيره، فبالتالي ممكن طوال تتخيل ليه هو ابروبريت تكنولوجي، لانه بيقدر يتعامل مع الكونديشنز الواقع المحدد، وعشان يحل او يحل مشكله محدده او يوفي باحتياج محدد. يعني الابروبريت تكنولوجي باختصار لو زول عاوز يعرفها يقدر يقول هي تكنولوجي وذ هيومن فيس، تكنولوجي عندها وش هيومن،
يعني بيفكر في الناس أولاً وأخيراً، people centered. فآخر نوع من أنواع التقديم وأنا حاجيب بعد ده اللي هو التكنولوجي فير. التكنولوجي فير ده دايماً بيقدموا له ناس عملوا innovations، عملوا ابتكارات، عندهم technologies هم بنوها وعاوزين يعرضوها ويوروا الناس بتشتغل كيف وكذا، وبالتالي بيسوقوا لشغلهم وبيعرضوا أفكارهم. فده برضو نوع، لو الواحد فيكم عنده حاجة صنعها هو برضو ممكن يقدم للمشاركة في المؤتمر ويكون جزء من المعرض دي، معرض التقنيات الملائمة. أوكي I will now leave the floor. خلاص الفلور ده حق الشباب اللي حيشاركوا الليلة القصص حقتهم. زي ما قلت حنبدأ بيلنا وبعد رميساء وبعد ودان وبعد إسراء، بس بالترتيب دي أنا حأقفل الميكروفون. الجميل جدا جدا جيت يا مجاهد، لأنه المرة الفاتت ما قدرت تدخل في الصوت، ما كان كويس في البداية وبالتالي الناس ما سمعوك. فالليلة يا ريت فعلا تشارك قصتك، فحندخلك قبل إسراء، إسراء حنخليها هي الأخيرة، يعني أنت هتخش بعد ودان. شكرا يا شباب يعني لزمانكم كلكم، وشكرا للحضور مرة ثانية. تفضلي يا لنا. طيب السلام عليكم، بس أكد لي يا دكتورة إذا الصوت واضح. صوتك ممتاز وكويس إنك عاملة الصورة عاملة فيديو أكثر. طيب السلام عليكم، أنا لنا محمد عبد المنعم، سعيدة إني الليلة معاكم، سعيدة جدا إني أنا جزء من الجمعية السودانية للمعرفة على مدى السنين 10 سنين تقريبا الفاتت دي. أنا شاركت في مؤتمر ICAD النسخة في 2016 تقريبا النسخة الخامسة. هتكلم بس في حاجتين بسيطات، أول حاجة البحث بتاعي، تاني حاجة الطريقة البروسيس، يعني لحد ما قدمت البرزنتيشن بتاعي. طيب البحث ببساطة هو عن Applied knowledge of using applications in disaster management systems. طيب باختصار الفكرة بتاعت disaster management اللي هو disaster، لما نتكلم عن disaster زي مثلا فيضانات، دي أكتر حاجة relevant لنا. طبعا في نوع الزلازل، الحرائق، دي كلها تعتبر disasters. فالفكرة إنه أنا حاولت أدرس شنو التطبيقات الممكن تستخدم في disaster management، شنو التكنولوجيز appropriate technologies الممكن تستخدم في disaster management. بس بطريقة بسيطة، كلمة technology هي ما بس حاجة digitalized، ممكن تكون technology حاجات بسيطة ساعدت الناس في إنه تسهل لهم مهمة كان بتتعامل بطريقة مانيول أو بطريقة مختلفة. فالدراسة درسنا تعريف الديزاستر من ناحية من 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 حسب تعريف اليونسكو للديزاستر، بعد ذاك السيستمز الممكن تتعامل عشان تلافي الديزاستر قبل وقوعه، والتطبيقات الممكن تتعامل بعد ما الديزاستر تحصل. اشتغلنا على انه يعني عملنا زي بحث بسيط عن 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 السيستمز دي ممكن تكون شنو، زي مثلا early warning systems وكذا، يعني الانذار المبكر، او مثلا بعد الديزاستر اللي هو انه الاثار المترتبه على 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 الكارثه المعينه اللي حصلت دي. بعد ذاك حاولنا نشوف علاقه النوليدج بالسيستمز دي، يعني النوليدج اللي هو بالمعرفة وأنواعها وعلاقتها بالتطبيقات دي. من الحياة مثلا كانت لفتت الناس في المؤتمر اللي هو مثلا استخدام الجوامع مثلا والكنائس باعتبار انها هي طرق بتاعت انذار مبكر for example. لحد ما وصلت الكيس ستادي بتاعتي هي كانت نفير،
نفير طبعا هي مؤسسة عمل طوعي تأسست حسب اسمها طبعا اللي هو الريليت اللي لنا احنا السودانيين بالذات في فيضانات 2013 تقريبا، والسرعة اللي اتعملت بها والكونكشنز السريعة الشديد واستخدامها للفيسبوك بيج بس اعتقد في الوقت ذاك، وهي قدر كيف ساهمت في تلافي في ضرر كبير شديد حصل لأسر كثير شديد في الفيضانة ديك. فدي كانت الكيس بتاعتي. فدي النقطة الأولى الآن كنت دايرة أركز عليها، هي إنه البحث بتاعي كان شنو. النقطة الثانية دايرة أقول لكم اللي هي البروسس. ICAD كمؤتمر عموماً البحث العلمي في أي حتة في العالم هو بوابتك لأن الناس تعرفك، لأنك تلقى فرص مبدئياً، لأنك إذا في جهد معين وبروجكت إنت تحلم به وعايزه يصل مرحلة معينة، أكثر طريق أو ممكن نقول أقرب طريق هو البحث العلمي أو عن طريق مثلاً المؤسسات العلمية سواء كان مؤتمرات أو مجلات علمية وكذا. طيب ICAD بالنسبة لي أنا كسمول ريسيرشر يعني أنا أكثر حاجة لفتتني هي البروسيس بسيطة جدا ومشجعة لي إحنا بالذات عايشين في بيئة غير مشجعة. السودان بيئة شوية فيها حتة البحث العلمي من ناحية بضجت ما متوفرة، من ناحية تشجيع ما متوفر، فICAD هي نقطة بداية ممتازة جدا. كيف؟ إنه البروسيس بتاعته ما صعب، يعني أنت بالأول بتبتدي بس بأبستراكت، كل اللي بتعمله إنك أنت عندك بحث مثلاً، يا بحث تخرج أو شغل أنت شغاله أوريدي وعايز تعمله إكستنت، يعني عايز مثلاً تواصله في 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 بوست جراد ستوديز، يعني مثلاً ماستر ولا بي اتش دي ولا كده، وما لاقي الأوتلت، فأنت كل اللي بتعمله بتكتب الأبستراكت. الأبستراك ده بتكتبه وبترفعه، ده اللي هو المرحلة الأولى الحالية. المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الريفيو، ودي دي دي أحسن مرحلة أنت ممكن تلاقيها في حياتك، يعني أنت حتى لو ما وصلت مثلاً مرحلة المؤتمر حتلقى كومنتس من 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 ناس زي قامة دكتور غادة وناس إحنا ما كنا بنحلم ذاته إنه إحنا يعني to get in touch with، يعني بذكر واحدة من العمولي ريفيو دكتور ساندرا هيل اللي هو يعني شخصية يعني في العالم. فإنت لما تلقى ريفيو وكومنتس من الناس زي ديل، الكومنتس دي بتوجهك، تعمل لك ريدايركشن ما طبيعي، بتخليك تعرف إنك إنت تمشي وين. اللي هي دي مرحلة الريفيو. بعد ذاك المرحلة الثالثة اللي هو إنه أنت تبتدي تكتب عديل، يا كتبت حاجة عديل يا إنه بيكون في زول متابع معك. يعني في صوت بس معلش مجاهد ممكن تعمل ميوت. فدي هي الحاجة اللي أنا عايزة كنت أوصلها، إنه هي ده أحسن طريق أنت ممكن تبتدي بيه بحثك العلمي، وأنا بشجع جدا. بالنسبة لرحلتي أنا، إحنا طبعا عشان كان حاجة مختلفة كان في زيمبابوي، فالفكرة من المؤتمر هناك لما عملنا البرزنتيشن وبيقى فيه connections، يعني اللي هي after المؤتمر، يعني 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 دي الحاجة الثالثة اللي هو إنه أنت بعد ما تقدم ولو اتقبلت أخذت الكومنتات بتاعتك ووصلت مرحلتين واتقبلتها، لما تمشي المؤتمر طبعا انك فكرت انك انت تقدم برزنتيشن في وسط ناس بالشكل ده، دي حاجة جميلة جدا بتدفعك انت لي قدام وتنفعك ورهيب شديد في السي في. غير كده بعد المؤتمر انت بتلقى كونكشنز بتفيدك طول حياتك، يعني بعد ذاك بتلقى ناس عندهم نفس الاهتمامات بتاعتك، بتلقى ناس عاملين بحوث في نفس الاريا بتاعتك، أو بتلقى بحوث ممكن انت تهتم بها بعد ذاك ليتر وتغير مثلا مجالك. فدي الحاجة تاتة مفيدة جدا في الموضوع ده. طبعا الحاجة الرابعة هي خاصة بالناس بتاعين الباتش بتاعين السنة دي، اللي هو انه هو في السودان، اللي هي دي اريح حاجة ممكن تكون، يعني فانت كل الحاجة دي وعندك في بيتك، يعني عشان كده انا حقيقي بشجع اي زول ممكن يقدم، وبالتوفيق ان شاء الله يا شباب. وانا الفيسبوك بتاعي متوفر، في اي لحظة اذا في اي سؤال
أنا ما عندي أي مشكلة، وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا شكرا يا لنا. هتخش رميساء، تفضلي طوالي. السلام عليكم. أنا رميساء الأمين. الليلة هتكلم لكم عن تجربتي في الآيكات. الآيكات كان سنة 2014، فدي كانت أول تجربة لي في مجال الريسيرش، وخصوصا إنه 2014 أنا كنت يا دوب اتخرجت من الجامعة، فكان فكرة إنه how to do research دي كانت فكرة شوية fresh علينا، لأن إحنا كنا أكثر حياتنا نعمل حاجات عملية في الجامعة. فالتجربة كانت حلوة شديد ومفيدة، ولما بديت أكتب الأبستراكت والحاجات كنت يعني بين إنه ممكن الحاجة دي تحصل أو ممكن ما تحصل، فلما حصلت يعني كانت كنت مبسوطة شديد. وحاولنا نكتب البيبر كانت في software development challenges in developing countries، اللي هي التحديات اللي بتواجه المجال بتاع تطوير البرمجيات في الدول النامية، واللي هو السودان كان واحدة تعتبر طبعا من الدول النامية، واللي هي دي كانت حاجة خاصة حقيقية في السودان، وكانت لاقتنا كتير في مشروع التخرج بتاعنا، لأنه هو كان برضو على software development. فالحاجة دي كانت بالنسبة لي كأنها هي يعني حاصة realistic، أو أنا تطشت بالمشكلة دي بالذات، بالبروبلم دي، فدي الحاجة كانت شجعتني إنه أنا أكتب عن الموضوع ده بالذات يعني. فلما اتقبلت البيبر وسافرنا، كان الآيكات في كينيا، وحقيقة كان المجموعة في 2014 من السودان كانت مجموعة كبيرة شديد، فدي كانت كمان حاجة مشرفة لنا في كينيا. فلما مشينا والمؤتمر كان عبارة عن ناس من مختلف الدول، تحتك بناس من مختلف الثقافات، الحاجة دي بتضيف للبني آدم في حياته شديد، بتخليه عقله يتفتح، ويعني يحس إنه العالم ده يعني حاجة كبيرة شديد، وفي ناس من عدة دول بتفكروا بطريقة مختلفة، وبعد ذاك بتحاول قدام إنك شنو تفكر out of the box. فالحاجة دي بالنسبة لي كانت، لأن أنا كنت فريش يعني، كنت أدوب في بداية طريقي. في الحاجة دي خلتنا نعرف إنه how to do something new، مو في مجال الريسيرش، لأنه الريسيرش حاجة يعني بتضيف للبني آدم، لأنه يعني تكريت حاجة from scratch، ما كانت قاعدة أي بتعمل ريفيو لريسيرش قاعدة ودي، لكن البوينت الأساسية والعادي إنك أنت بتضيف حاجة في مجال الريسيرش تساعد البشر في إنهم يلقوا يعني تقنية مناسبة أكثر وملائمة أكثر. فيلا الآيكات أنا دائما بعتبره إن هو بالنسبة لي كانت directions، يعني directions to do الحاجات. حتى بعد ذلك لما حاولت تاني أكتب كنت بتذكر إنه طيب في الآيكات عملنا شنو، فالحاجة دي بالضبط بتخليك تكون على أول الطريق. بعدين التجربة فكرتها في إنه أنت بتعيشها يعني، فلما تعيش التجربة بتطلع the most يعني كل الحاجات المفيدة بتكون بترجع لك. فيعني ما زي فكرة مثلا بدي يحكي لك انه مثلا انا سافرت مؤتمر، غير فكرة انه زول يجي يحكي لك، فلما تعيش الحاجة دي بتضيف لك بني آدم شيء في حياتك. طيب انا بس كنت دايرة اتكلم عن انه نحن الليلة في الجلسة دي يعني سعيدين شديد انه نتكلم انه الآيكات هو في السودان، فدي فرصة عظيمة جدا لأنها هتعمل إضافة حقيقية للسودان، خصوصا إحنا دائما نحسي في الوقت الحالي حالمين ومتفائلين بأنه البلد إنه ممكن تتغير، وأفتكر التغيير حيبدأ من مجال الريسيرش. I think يعني هو وصل إنه نعمل ريسيرش بكواليتي كويسة ونطلع results ممتازة، فنحن بالتالي أكيد حنصل للسودان زي ما بقولوا شنو يسع الجميع، والسودان فيه تقنية ملائمة، وسوداني التقنية ذاتها تساعد الناس في الـ في الـ في الـ في القرى وفي الأرياف يعني. طيب أنا بس كنت داير أقول إنه الآيكات هيكون إضافة حقيقية للسودان ولمجال الريسيرش بصورة عامة، وأنا من هنا بناشد كل الناس إنه يكون عندهم ويلينج إنه يكتبوا ويحاولوا، وكل ما أنت تكتب وتقدم هترجع لك ريفيوز عن اللي أنت كتبته ده، فدي برضو حاجة هتساعدك
ولو اتقبلت ان شاء الله هتعمل بيبر في الحاجه دي هتساعدك لقدام، وهتخليك انت عندك كريديت لنفسك ولانك انت ضفت حاجه لنفسك وللبلد. فيعني يا ريت كلكم يا جماعه تقدموا وتحاولوا، فالتجربه دي بتستحق انه الزول يدخلها، ولانها بالضبط هتحط لك بصمه في حياتك. يعني مجرد ما يعني ما البصمه دي نهائي ما حشنو ما حتختفي، وحتديك دائما دفعه مهما انت استسلمتها، البصمه دي حتكون بتاعت في حقك لقدام دائما. معليش انا طولت عليكم شديد، فهخلي فرصه عشان بعدين حيكون في ناس ثانيين. فان شاء الله الايكات في السودان يكون حاجه ممتازه ويضيف لنا كلنا ان شاء الله. شكرا. مساء الخير، ازيكم يا جماعة؟ أنا اسمي وجدان. أنا يعني كل الكلام اللي قالوه لنا ورميساء I feel the same. وأنا التجربة حقتي في ICAT بدت في 2014، كنت يا دوب اتخرجت من الجامعة، وكان أول مرة أعرف أصلاً إنه بالله أنت ممكن تكتب ورقة علمية وأنت ما عندك مثلاً PhD، ما عندك حاجات زي دي. فاكتشفت إنه الموضوع ما بالصعوبة زول ممكن يتخيلها، it's just a methodology، أنت تعرف كيف تعملها وتقدم، والموضوع ما صعب يعني. ففي 2014 في كينيا أنا قدمت، كان الـ graduation project بتاعي، أنا background حقتي chemical engineering، فشلت الـ graduation project حقي وعدلت فيه حاجات بسيطة واتقبل إنه يكون poster paper. كانت الفكرة بتاعت البحث إنه إحنا كيف نقدر نحول، كيف احنا نقدر يعني الفاصل بين انه what is renewable what is not renewable، وكيف انه احنا نقدر نحول الاكزوست غاز، الحاجات زي الكربون دايكسايد، الحاجات زي دي نقدر نحولها ل ليكويفايد بتروليوم غاز اللي هو وقود يعني. ففي الفترة دي كانت هي فكرة انا اشتغلت عليها في لابات في الجامعة، اشتغلت على حاجات زي دي. كانت تجربة حلوة شديد، لأنه أنا كان أول مرة أمشي scientific conference. اكتشفت إنه المالتيديسيبلينارتي واللي هي دي كانت حاجة إنه أنا كنت عايزة أعملها، لكن ما إنه أنا أغير مجالي، لكن كيف إنه مجالي ده يبقى مرتبط بالتنمية، مرتبط بالمجتمع. أنا ما كنت دارة أقعد أشتغل في مصنع كل الوقت، ولما مشيت المؤتمر قدرت أعرف أفكار عن حاجات يمكن كنت جزء منها بعملها، لكن ما عارفة إنه هي عندها اسم وعندها ديسيبلين وعندهم ناس بيعملوها، وحاجات أنا ما كنت بعرفها خالص. برضو بتذكر من أحسن الحاجات اللي حصلت إنه أنا كنت أول مرة برضو to get familiar مع الكونسبت بتاع الهاكاثون، اللي هو إنه يكون عندك تشالنج وإنت تقدر تعمله. ففي الوقت ذاك أنا يعني كل البروغرامينج لانجويج الحياة اللي قريتها في الجامعة كانت C++، والتشانس بتاعت إنك إنت تشتغل في تيم، إنت كإنجينير عندك زول تاني سوشيال ساينتست، عندك زول تاني بتاع ديتا. فكانت الفكرة بالنسبة لي إنه maybe في سكيلز ما اللي أنا أتعلمها في الجامعة ممكن أنا أتعلمها براي، وبقدر أكون some sort of a generalist in the sense of إنك إنت you bring something to the table، لكن إنت بتقدر تفهم الناس بتقول شنو ما إلا تكون قاري مثلاً الحاجة المعينة، لكن you can بتدوك guide إنك إنت تقدر تفهم الحاجات دي عاملة كيف per practice و per learning. بعديها أنا برضو مشيت الكونفرنس الثاني اللي كان في زيمبابوي. في الوقت ده أنا كنت اتخرجت من الجامعة، الانسايتس اللي I got من الايكات خلتني أقدر تشفت my career a little bit، أو وردتني رود ماب كيف إنه أنا أقدر أعمل الحاجة اللي بعملها من دون ما أنا to let go of my previous. يعني أنا بدل ما أنا مثلا حاسة زول شغالة حاجات that has to do with data science, research, development، فأنا المدخل بتاعي للعالم ده كان actually through appropriate technology, through service learning، الحاجات اللي أنا I got to learn from من الايكات. في زيمبابوي الوقت ده أنا كنت بعمل في الماسترز بتاعي،
وكنت برا السودان، لكن رجعت مشيت الكونفرنس وكان about البيبر اللي كنا عملناها، كانت عن السيستم داينامكس وكيف إنه إحنا نقدر نعمل يعني thinking بتاعنا to shift بدل ما إنه يكون linear، كيف إنه يكون we adapt complexity وكده. ودي برضو معلومة مهمة إنك أنت ما دائماً إلا تعمل بيبر براك، أنت ممكن تعمل بيبر معك ناس. أنا البيبر بتاعتي الأولى كانت براي، البيبر الثانية كان عندي كان في co-authors وكده، فممكن الزول يعمل بيبر برا وممكن يعمل بيبرز مع مثلاً مشرفك في الجامعة أو أنتو جروب بتاع ناس شغالين مع بعض في مشروع معين، ف you can definitely do that. برضو types of paper هي ممكن تكون مثلاً some sort of a concept paper، إنه أنت عندك فكرة والفكرة دي حتى لو انت ما طبقتها لكن you can argue for, you can provide referencing background انه الحاجة دي ممكن تتطبق كيف، فممكن تكون some sort of a concept or working paper. وممكن تكون some sort of paper انت عندك عليه evidence انك انت عملته او انت يعني طب في تطبيق معين، سواء كان experiment سواء كان تطبيق في يعني الحاجة دي، وبيبقى ده more like a report إنه في حاجة اتعملت ودي results حقتها ودي future plan حقتها أو كده. أعتقد إنه ما عندي كلام تاني في محاضرة ولا حاجة أقولها، لكن أنا برضو I'm available on Facebook لو أي زول عنده أي استفسار ممكن أساعده فيه. yeah. شكرا. أعتقد مجاهد، لو مجاهد الكونكشن بتاعك كويس حقه تدخل لو في طريقة. مجاهد السلام عليكم. عليكم شرفكم سامعني بس. صوتك تمام، تفضل طوالي صوتك تمام. السلام عليكم، مرحبا بكم في الأسبوع الثاني. بس الشبكة لو قرعت ولا حاجة الدنيا تنبيه لأنه ما حكون فاهم حاجة. مرحبا بكم في الأسبوع الثاني، وحقيقة زي ما قلت الأسبوع الفات أنا يعني أتشرف كثير إنه أعرف ناس زيكم، خصوصا وأنا في زي ما أقول في 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 شرق السودان في منطقة بعيدة جدا، حياة بتاع 750 كيلو من الخرطوم. كل الأمر ده أنا يعني في شخص كده تديه لبرفغادة، لأنه هي أكثر زول كان داعمني ومساعدني في أنه أنا يعني أنا I can do it. ابتداء من البكالوريوس كان بتشتغل معنا من إحنا في سنة ثالثة من 2009-2010. لحد بعد ذاك الماجستير، وصل حقيقة يعني كانت رحت حقيقة حاجات كثيرة جدا، يعني كونت تلاقي ناس من برا تعمل معهم كونكشن، يكون عندك معارف تانين، تشوف المجال زي ما يقولوا من أوسع أبوابه، تشوف العلم وصل وين، تنشر بيبر. دي زي ما بيقولوا كل الشباب إنه في البداية كان في خوف شديد من الحياة دي، إنه هي الحياة دي بتتعامل كيف، الطريقة ده وكده، لكن يعني مع الإصرار مع الدعم اللي تلقاه من الأخوان من كده من المشرفين بيساعدك جدا في إن أنت تتقدم لقدام. صراحة يعني ما أعرف وش أكثر من كده، لكن يعني أنا سعيد جدا إنه أنا واحد من ال SKSS. شكرا جزيلا. السلام عليكم، مساء الخير. أنا إسراء الأمين، أنا تخصصي رياضيات وعلوم حاسوب. حابة لكم تجربتي كانت كيف مع الآيكاد. بس قبل الآيكاد البداية كانت من ورشة إدارة المعرفة. الورشة دي كانت في الخرطوم في السودان في سنة 2012، ودي كانت البداية في مجال الريسيرش بالنسبة لي. كانت أول تجربة. الورشة دي اتعلمت منها، هي كانت منظماها الشبكة الدولية للتقنيات الملائمة،
نفس الشبكة اللي بتنظم مؤتمرات الأيكاد. وكانت مشاركتي في الورشة دي بأول ريسيرش بيبر أنا كتبتها بعد تخرجي مباشرة، كانت أول تجربة حقيقية بتاعت ريسيرش. بجد الفكرة كانت في البيبر دي إنه أنا لحد ما تخرجت من الجامعة ما كنت عارفة إنه أنا كيف ممكن أقدر أشارك في ورشة أو في مؤتمر أو كيف ممكن أكتب ريسيرش بيبر. لكن حقيقة يعني كانت تجربة مميزة، لأنه زي ما أنا كنت مستصعبة الحاجة دي في البداية وكيف خريجة جديدة كيف هكتب بيبر كيف هعمل الحاجة دي، لكن الموضوع طلع بسيط وسهل لما أنا أركز مع الحاجة دي وأقدر أعرف إنه أنا أبدأ من وين بالضبط. فعشان كده الرسالة اللي أنا عايزة أوجهها إنه إذا كان في أي خريج أو حتى طالب في بكالوريوس ما يحاول يفكر إنه الحاجة دي صعبة أو إنه هو ما حيقدر يعملها، زي ما قالت لنا البروسيس بتاعت البيبرز في الأيكات بروسيس مميزة جداً، لأنه على الأقل حتى لو البيبر ما تقبلت بتلقى ريفيوز من دكاترة وفي نفس المجال اللي أنت بتدرسه أو المجال اللي أنت حابة تشتغل الريسيرش فيه. بصراحة الورشة دي كانت زي ما قلت لكم غير إنها البداية الحقيقية في مجال الريسيرش تعلمنا منها حاجات كثيرة شديد. بعديها في نفس السنة في شهر 11 كان أول مؤتمر أيكات أنا أشارك فيه، وكان شاركت فيه ببيبر عن الكوانتم أبروبريت تكنولوجيز، لأنه أصلاً الأيكات زي ما حكت الدكتورة غادة في الأول بيتكلم عن إنه نحن كيف نقدر نستخدم التقنيات اللي بتلائم الديفلوبينج كانتريز، لأنها نحن يكون عندنا إمكانيات محدودة وعايزين نستخدم التكنولوجيا دي عشان نصل منها لأكبر بينفتس ممكنة فكانت البيبر عن كوانتم أبروبريت تكنولوجيز في الديفلوبينج كانتريز. بعديها شاركتها في مؤتمر كينيا 2014 اللي هو بعد سنتين من المؤتمر اللي كان في 2012. مؤتمر 2014 كان شاركت فيه ببيبر بتتكلم عن الجالنجز اللي بتواجه السوفت وير في الديفلوبينج كانتريز. المؤتمر كان في كينيا حقيقة لظروف عمل ما قدرت أكون حضور، لكن السكند أوثر معي في البيبر كانت رومانزا حضرت المؤتمر وقدمت البيبر. فالحاجة اللي عايزين نقوله نحن هنا أول رسالة اللي عايزين نوجهها من حجوات أيكات إنه نحن عايزين نشجع كل زول إنه يحاول يكتب بيبر في المشاركات المختلفة الذكرات الدكتورة غادة، حتى لو ما كانت أورال بريزنتيشن بوستر أو أي كان بالنسبة للأندر جراديويتس والخريجين الجداد من الجامعة. فحقيقة نحن بنشجع كل الناس إنهم يحاولوا إنهم يكونوا متواجدين حضور في أيكات اللي هو السنة دي هيكون في السودان، ودي فرصة بيكون فيها كثير من العقبات اللي بتواجه الناس في كل مرة إنهم يسافروا وإنه الأيكات في بلد ثاني، فالمرة دي هيكون موجود في السودان فالمشاركة بتكون أسهل من إنه يكون في تكلفة بتاعت سفر وكذا. طيب أنا هقف هنا وفي سبيكر شذا هتواصل بعدين مباشرة. شذا تفضلي. شذا شكل الشبكة عندك عامل شوية، دكتورة غادة ممكن تواصلي أنت. أوكي لغاية ما نشوف شذا. أنا حقيقي دايرة أعلق على just a few points. أول حاجة thank you للمداخلات اللي عملتوها كلكم لنا ورميساء ودان ومجاهد، وhopefully نسمع من ويسرا ونسمع من شيز إن شاء الله. لكن دايرة to pick up الحاجة قالتها لنا اللي هي قالت استفادت من الكومنتس بتاعت الريفيوورز، ودي حته مهمه جدا جدا. ما لم يعني تحاول وتجتهد وتكتب التكست وتمشي
في البروسيس ذاته بتاعت انك تقدم تصمتي عن الشغل تسلمه بتتفتح فرص جميلة جدا للفيدباك زي ما قالت. الفيدباك دي أنا في مؤتمرات قدمت لها ورفضوني وفي مؤتمرات قدمت لها ورفضوا وقبلوني. في الحالتين أنا استفدت لأنه الرفضوني ديل قالوا لي والله يا أخي البيبر بتاعتك دي ضعيفة في كذا وكذا وكذا وما عندها مثلا علاقة بالسيم أو أي من الـ من الـ من الـ النقد البيجي. المرة الجاية راس الزور بيستعدل لو البيبر بتاعتي اتقبلت بيكون في برضو يعني ملاحظات لأنه أنا ما بكون عملت الحاجة 100% هاي كواليتي بجودة عالية اللي أنا عاوزاها، فبقدر أجتهد بالملاحظات دي وأقدر أطور الشغل وأقدر أكتب حاجة أفضل أنا ذاتي أكون فخورة بها. فدي حتة مهمة جدا جدا إنه المؤتمرات دي كل ما تقدموا لها كل ما هي أصلا بتطور من الحاجات اللي أنتوا بتكتبوها، إذا كانت الصياغة، إذا كانت الطريقة تحت البحث فيها خلل، إذا كانت ما عملت أناليزيس كفاية للنتائج تحت البحث حقتك، يعني أي من الـ من الـ من الملاحظات الممكن تجيك بتكون هي في النهاية حاجة بتوديك قدام. وأنا يعني بتمنى إنه يعني نحن ما عندنا كانت يمكن في زمننا الفرص الكثيرة تحت المؤتمرات وحسة، لكن في فرص أكبر وبالأونلاين حسة كمان بقت كمان أكبر. فدي كلها هي حاجات في النهاية بتدخل في السيرة الذاتية بتاعت الزول، بتوري المقدم بتاعك الجديد أو الجامعة الماشية تلتحق بها عشان تدرس دراسات عليا، كلها بتوري إنه أنت يعني فكرة قشة. فبالتالي هي حاجة مفيدة، يعني we have to يعني تيك الفرص اللي بتجي، والفرصة بتاعت إنه يجينا مؤتمر عالمي في البلد في نسخة 10 يعني معناها له زمن، بوري إنه معناها عنده community، عنده ناس supporting it، عنده اسم وهكذا. رميساء قالت حتة برضو مهمة جدا جدا عن علاقة المؤتمر، يعني هو الكلام كله مهم لكن أنا بس مسكت في حاجات كده ده لصقت في راسي. كلمت عن علاقة المؤتمر بالمرحلة اللي فيها السودان، ودي حتة يعني برضها مهمة شديدة. ولاحظتوا لما تمشوا هسه ترجعوا للويب سايت بتاع الابروبريت تكنولوجي وتستعرضوا الشعارات المختلفه من الكونفرنس الاول اللي كان في زيمبابوي في 2004 لغايه مؤتمرنا ده الجاي بتاع السنه الجايه في نوفمبر 2022، بتلقوا انه الشعارات دي دائما بتكون مرتبطه بالدوله المضيفه، يعني الدوله المضيفه بيكون عندها يعني في إنه الشعار بتاع المؤتمر يكون كيف وكيف يربطوه بقضاياهم الملحة. إحنا قضايانا الملحة حرية وسلام وعدالة. الأبروبريت تكنولوجي هي بتساهم في الثلاث حاجات دي، وأنا دايرة دي بس مثال سريع لأن هي كيف ممكن تساهم في الثلاث حاجات دي يعني أمثلة. في مشروع أنا مشاركة فيه بتاع اسمه سولار انرجي. لما توصل انرجي يعني احنا عندنا في السودان 90% من السودانيين واصلهم الشبكة بتاعت الاتصالات، لكن بس 40% واصلهم شبكة الكهرباء. يعني هنا طبعا ما في عدالة، بالتالي إحنا لازم نشوف كيف نكفل ل60% اللي ما عندهم إمكانية يصلوا يكون عندهم طاقة، لازم نصلهم بالتقنيات الملائمة لأنه الناشونال جريد ممكن ما يصلهم
في وقت مناسب، يعني حياتهم تكون منتظرة كده دي عشان يحصل تنمية بشرية ويحصل تنمية في المكان، لأن الطاقة هي في النهاية يعني ما في شك إنها هي مهمة جدا جدا لحياة الإنسان اليومية وللتنمية. فالسولوشنز بتاعت الطاقة المجددة أو الرينيوبل انرجي أو السولار انرجي دي كلها بتقدم حلول ممكن تكون على مستوى المجتمعات الصغيرة تقدر تورك وتجيب انرجي للناس. طيب انت الناس دي بقى عندهم انرجي، الحرية علاقتها شنو بالموضوع ده؟ الحرية هنا علاقتها انه هو بقى عنده وصل لخدمة من حقوقه، كونه انه يكون عنده طاقة، يكون عنده موية، يكون عنده بيت في راسه، يكون عنده موية نظيفة، يكون عنده بيئة نظيفة، ده كله ده حقوق. فكونه انه بقى عنده كهرباء بالتالي بيبقى يومه حر ينظمه كيف، ما حيكون عشان بالليل الدنيا حتكون ظلام ما يقدر يعمل اي حاجة عشان لازم يعمل اي حاجة بالنهار، ما يقدر يتحرك بالليل وتلدغ عقرب ولا حاجة. الناس يعني يقدروا بالريسورس بتاع الطاقة ده يقدروا ينموا نفسهم، أولادهم يقروا بالليل زي ما عاوزين، يقدروا ينتجوا أشياء ما كانوا بيقدروا ينتجوها زمان لأنه ما في كهرباء وهكذا. فإنت قد تزود حرية يعمل حاجات كثيرة في حياته الخاصة وفي الدخل حقه وفي حياته تحت في المجتمع ذاته، إنه ممكن بعد ذاك يعملوا برنامج مع بعض ويقدروا ينيروا المكان ويعملوا برنامجهم ده بالمسا وهكذا. فهنا في حرية. السلام بيجي طبعا اصلا بانه انت بديت تحس بانه في الخدمات قادره تصلك وانك انت بقى عندك امكانيه تعمل حاجات، فبالتالي بيبقى في يعني سلام مجتمعي. لكن ممكن نتكلم على تقنيات زي الايرلي وورنينج سيستم، الانذارات، كيف تقدر توصل معلومات بسرعة بتقنيات بسيطة للمواطنين في خطر، كيف تقدر تقرأ الواقع وتربط الأشياء، كله في تقنيات بتقدر تشتغل في الحاجات دي. لكن عموما الحياة الكريمة، رفاهية الإنسان هي من يعني من الأساسيات يعني بتاع السلام. يعني لما 60% ما عندهم كهرباء يبقى عندهم كهرباء، هنا بنكون فعلا حققنا عدالة. ليه أنا في الخرطوم مع إنه الكهرباء فعلا قاعدة تقطع وكذا، لكن في النهاية أنا ما زي زول قاعد في غرية نائية في جبال النوبة أو في دارفور أو كذا، أصلا ممكن يكون ما شاف الكهرباء دي في غريته، فهنا ما في عدالة. فالمفهوم بتاع التغنية الملائمة دي يعني مربوط بالمفاهيم بتاعت الإنصاف وبتاعت العدالة، ولأنها هي بتفكر في إنه الحلول على 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 مقاس المشكلة وعلى مقاس المجتمع عشان يقدروا هم يسيروها ويكونوا مالكين زمام أمرهم. فدي حتى يعني مهمة شديد يا رميساء، شكرا إنك أشرت إليها. ودان قالت حاجة، قالت إنه هي يعني لقت روحها في الابروبريت تكنولوجي دي. زمان في حاجات يمكن كانت بتعملها أو بتفكر فيها لكن ما كانت عارفة تسمياتها، وإنه في مجتمع من الأكاديميين والمهنيين برضو مهتمين بنفس الحاجة اللي هي كانت في راسها. ودي حتة مهمة. أنا من الحاجات برضو يا ودان اللي عجبتني في آيكات مما بديت أمشيه في 2006، إنه أنا يا دوب كده قلت يا سلام لقيت ناسي، ده للناس اللي أنا بقدر أفكر معهم، لأنهم كلنا عندنا نفس الفاليوس يعني اللي هي يعني بالنسبة لي كانت موجودة في داخلي لكن ما كنت عارفة برضو أسميها زي تجربتك يعني انه الفاليو بتاع انه
المجتمعات لازم يحصل لها تمكين إن هي تقدر يبقى عندها وصول وتقدر تدير الموارد حقتها وتقدر تكون مكتفية ذاتياً وتقدر تكون حياتها مستدامة. يعني إنه الناس بتاعنا الابروبريت تكنولوجيا الغيم بتاعتهم إنه المجتمعات المحلية دي عندها الابيليتي عندها المقدرة في إنها هي تقدر تخلق لنفسها الرؤى للمستقبل حقها وتقدر تحدد الطريقة اللي عايز تمشي فيه مش تجيهم تكنولوجي من فوق وتقول لهم أنتوا بس تشتغلوا كده. لا هم يشوفوا الحاجة اللي بيقدروا يسيروها بالريسورسز اللي عندهم. الحتة بتاعت البارتيسيبيتري الموجودة في الابروبريت تكنولوجي برضها من الغيم المهمة شديد. ودان قالت هي حست انه يعني طبعا احنا لما نتكلم على جستيس عارفين انه العالم كله هو معاني من المسألة دي. يعني ما برانا في السودان يعني لو الناس عينت للداتا تلقى انه في قولوا 7.5 ولا 7 بليون زول 2 بليون منهم ما عندهم مويه نظيفه ما عندهم اكسس لمويه نظيفه. دي حاجه مشكله كبيره جدا انا دي معناتها تبع امراض تبع اشياء كثيره. ما عندهم سانيتيشن ما في امكانيه لتنظيم المخلفات وبالتالي برضو بتاثر على البيئه اللي هم عايشين فيها. نصهم ما عندهم كهرباء دي سكان العالم يعني ما بس احنا السودان عندنا 60% ما عندهم كهرباء هو نص سكان العالم ما عندهم كهرباء وثلثين منهم ما عندهم اكسس للانترنت لان احنا هسه شغالين فيه. وده كله مساحات كبيره جدا جدا للابتكار وللشغل في التقنيات اللي ممكن تكون بديله وممكن تقدر تحل المشاكل دي. أنا دي كلها حقوق أساسية. فودان قالت إنه يعني أنا لقيت إنه أنا بقدر أشتغل شغلي اللي أنا بحبه التكنولوجي وكده وبالطرق وبمفاهيم علمية. يعني في ناس بيفتكروا إنه appropriate technology دي معناها low technology. الكلام ده ما صحيح. ما low technology. It's all about إنك أنت بتحط وش الزول اللي أنت عاوز تجيب له التكنولوجي دي ووضعه وتشتغل معه وهو عشان تقدروا تولفوا نوع تغنية بيقدر يسيره في الواقع اللي هو فيه. هنا ممكن تكون solar energy يعني دي ما low tech. ممكن تكون البيوماس تكنولوجي دي ما low tech. ممكن تكون حاجات للفود preservation لحفظ الله ممكن تكون انواع جديده من الاجريكلتشر تولز وكده. ممكن تكون بنتكلم على التليكومينيكيشن احنا بنتكلم على الوايرلس انترنت دي كلها تقنيات ملائمه لانه هي الملائمه شنو الملائمه هي للواقع التقنيه مع في النهايه التكنولوجي لكن when you put it in place in the right place هنا ده انت بتكون وقدرت تشتغل بالريسورسز بتاعت الناس وتحل لهم مشاكلهم في المجتمع بيبقى انت قدرت تقول انك انت عملت الشغل بالمفهوم بتاع الابروبريت تكنولوجي. فالحته اللي قالتها وجدان حته مهمه عشان الناس ما تفتكر انها هي بتتكلم عن لو حاجات ما ادفانسد and so on. That is not the case. الحاجة الثانية مثلا مجاهد يتكلم عن النشط والكولابوريشن إنه أثناء ما هو بيشتغل في ورقه كيف هو استعان بزملائه استعان بالسوبرفايزر حقه مدرسينه دي حاجة كويسة. فحس لو في واحد فيكم عنده فكرة وما عارف هو كيف يخطها on paper ممكن يستعين بزول قبلك كتب بيبر او زول يقرا الحاجه اللي انت هتعملها هتكتبها عشان يديك ملاحظاته. ممكن تستعين بالاساتذه في كليتك
دي كلها يعني من كد وجد، يعني انه ما دام في العزم على الحاجه بيبقى بعد ذاك بتلقى الناس الممكن يساعدوك. فدي حته مهمه شديد، حته النشر دي مهمه، انا كبير اتكلمت عنها لانه اوبسلي اول ما يحصل الاكسبتنس انت مع ذاك بقيت في طريقك لانه بيبرك دي هتتنشر يا في البروسيدنجز يا اما تكون محظوظ وتكون من البيست بيبرز مثلا وتمشي للمستوى بتاع الجيرنال. لكن كلها العافيه درجات، لازم كل واحد فينا يبدا في حته. إسراء مثلا اتكلمت على فيري هاي تك الكوانتم كومبيوتينج، لكن هي فكرت في الكوانتم كومبيوتينج مش بانه جست از ات ستاند، لكن فكرت فيه من منظور الابروبريت تكنولوجي. فهي فريم اوف ثينكينج يخلي الواحد يشوف كيف تو ابلاي التكنولوجي دي في وضع محدد. ال 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 المؤتمر بتاع كي ام سي اي يا اسراء كنا منظمينه احنا وهنا يعني من السودان، جهات من السودان مختلفه، فيها جامعه الخرطوم، فيها الاتلاف، فيها كده لكن الابروبريت اند اينات اللي هو الانترناشونال نتورك اون ابروبريت تكنولوجي كان واحد من الشركاء الاربعه الرئيسيين في المؤتمر ده، ودعمنا شديد جدا جدا. كان اكشوالي الاول واحد بقى اون بورد، وبعد ذاك جات الجامعات الاثنين جاردن سيتي وجامعه الخرطوم والإفلاق. ففي النهايه بقت شراكه كبيره فيها ثلاثه سودانيز اورجانيزيشنز وفيها الانترناشونال نتورك ده عشان نقدر يكون عندنا الاليمنت الانترناشونال. اوكي انا حاجيف هنا ودايره يعني اسالكم سؤال، ولو في طريقه ممكن نلف بنفس اللفه. لما مشيتوا المؤتمر السنه اللي انتوا مشيتوا فيها دي ادوني اكزامبل لشغل انتوا شفتوه هناك وعجبكم شديد وحسيتوا ان الزول ده يعني فعلا مبتكر، وان المهم جذبكم شيء في شغل زول هنا غير شغلك اللي انت مشيت تعمله، لانه دي واحده من الحاجات المهمه جدا جدا في الانتر اكشنز اللي بتحصل في المؤتمرات الدوليه. انت بتلاقي ناس من يعني مختلف انحاء العالم، بتلقى انهم هم شغالين في اشياء عندهم ايديز and we feed into each other. النقاشات to get exposed للنيو ايديز دي وتتعرف بالشغل حقهم هي ذات ممكن تغذي افكارك، وانت تجي راجع السودان ده من المؤتمر العالمي ده تلقى انه انت دخلت حاجه جديده في شغلك انت ذاتك. حته مهمه يعني انه ما بس يعني فينا الواحد بيمشي عشان يقدم شغله، لكن برضو عشان يشوف الناس الثانية شغالة في شنو وبتعمل في شنو بتفكر كيف ويا تستدس very interesting قاعدة برا. فدي حاجة مهمة جدا جدا في التجربة الشخصية بتاعت الواحد لما يمشي المؤتمرات. فأنا حكفل الميكروفون بتاعي ورجو إنه ما بالضرورة يكون لكم أي واحد عنده يعني example زي ده بيكون حاجة ظريفة جدا. طيب أنا لنا بدين تاني بس متذكر حاجة بسيطة. سامعيني؟ سامعيني كلا في واحدة من في الفير واحد كان خاتي عجلة، والعجلة دي فيها البروجيكت بتاعه إنه هو عجلة فيها زي ما أعرف طحين، ما أعرف هي نوع من أنواع الحبوب، لكن إنه هي الفكرة إنه هي مثلاً المرأة أو ممكن يكون الرجل، المهم وهم سايقين يا من البيت للمطحن يا من المطحن للبيت العجلة، المشروع بتاعه إنه يطحن الطحين وهو سايق العجلة. فكانت حاجة ملفتة جدا. يا سلام، دي فعلا حاجة مبهرة. ذكرتيني حاجة شفتها اسمها، شفتها في واحد من المؤتمرات دي، كانوا برضو في التكنولوجي فير. التكنولوجي فير ده فعلا فيه مرات حاجات
لانه بتلقى زمن انك تلف على الديفرنت اكزيبيشنز تشوف الحاجات وتتكلم مع المخترع نفسه. ففي مره زول جاب حاجه اسمها الكيو درام. الكيو درام ده هو يعني زي البتاعات بتاعت المويه دي الكبيره دي، لكن مجوف بجوا عشان يكون في حديده بتجر الدرام ده. الدرام ده ممكن تملى مويه، تملى الحاجه دي تملى بيها، لكن بتكون جاريه بدل شايله في راسك. شوفوا هو ابتكار بسيط كيف، ومن المواد المحليه ممكن تعمله او ما بي يعني اكسبنس عالي، لكن هو يعني الدرام ده انت بتكون جاريه وهو بيقدر يمشي في الحتات الوعره، يطلع معاك التل، ينزل معاك بالحجار دي، يمشي معاك في الرمله، وتبر انت البيئه اللي قاعد فيها. الحاجه دي يعني بتذكر هزتني جدا جدا لما شفتها اول مره، كان اشوف الكيو درام ده زمان الكلام ده. ليه هزاني؟ هزاني لانه انا في صوره طوالي قاعده في بتجينا في مثلا تفتش صور عن السودان وكده، المنظر بتاع النساء اللي بيكونوا منتظرين جنب البير بيملوا المواعين بتاعتهم بالمويه من البير ده وبيشيلوها في راسهم بيمشوا بيها الحله حقتهم. المنظر ده طبعا متكرر في مناطق كثيره جدا جدا من السودان، لانه ما كل زول عنده ماسوره جوا بيته، فبيمشوا الحته دي يجيبوا المويه. الحاجه دي الناس درسوها بتشيل ساعات طويله جدا جدا، غير الانهاك الجسدي يعني على الزوله دي، ان هي بتشيل كميات من المويه في راسها تنزل بها وتطلع بها عشان يكون في ناس تقدر تستحمى، ناس يقدروا يطبخوا، اشياء كثيره فيري بيزك. فحسيت انه يعني ليه مثلا ما في انجينير هنا في السودان هو عمل الدرام دي، لانه عامله خواجه. فده هنا الخلل، يمكن هسه ما عندنا زمن نتكلم عنه كثير، لكن هو خلل في المناهج ذات اللي قاعدين نقراه. يعني اذا كان طالب الماني بيقدر يجي يشوف المشكله دي ويقدر يخلق لها حاجه، معناها هو في منهجه في التفكير النقدي وامكانيه استعمال العلم لتغيير الواقع واشياء خلت انه مخه ده يشتغل انه يحل الناس المشكله دي، مع انه احنا ممكن نكون كمهندسين وك يعني الناس خريجين آلاف الخريجين من الجامعات ممكن نمر بالنساء ديل عادي وما نفكر شنو ممكن نخترعه يحل الإشكالية دي. فشكرا يا لنا للإكزامبل ده، لو في زول كان عنده إكزامبل it would be very good to get in now. مجاهد سامعني كده؟ إنك مجاهد تفضل سؤالي. طيب في 2014 بتاع السفر اللي كان سافرت لكينيا، اكثر النموذجين كنت بتذكرهم اللي هم واحد شيء كان 3D برينتر اللي هو الطابعه الثلاثيه الابعاد، يعني طريقه عملها ذاته كان حاجه مبتكره واتحشتني جدا. عندنا فيها مواقف انا وبرغاده. الحاجه الثانيه برضه فيري انترستين انه كان في واحد من الكينيين ديل عنده يعني يكاد يكون ما في كوبينزات، يعني عامل حاجه بسيطه جدا اللي هي عامل تردد بتاع قناه زي الراديو ويسمعك هو الموسيقى بتاعته او وطيفه الحاجه داير يسمعك لها من خلال انه انت تخش في القناه بتاعته. يعني شنو هو من تلفونه عامل قناه راديو عادي وفاتح محطه، وانت بس من تلفونه تخش المحطه بتاعته دي طوال تسمع وات هي سيند يو، يعني حاجه بيرسلها لك. كانت حاجه كده غريبه جدا، انا اندهشت بها جدا. في ثاني في زي أربعة ولا خمسة حاجات كنت كاتبها مع دير أنا مشيت ما تشم. برضو في بتاعت جنوب أفريقيا أنا بس لأنه كاتبها ما قادر أتذكرها، برضو كان في حاجات very interesting، يعني أنا استغربت إنه الحياة دي لسه فيه ولا كده، لكن very interesting اللي هو بتاعت 2020 الفترة دي. شكرا. شكرا يا مجاهد. شوف اللي عليك الله التلفون ده الراديو ده ممكن يعمل شنو في 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 حتتنا النائيه دي.
في افتكر على ما اعتقد MIT عملت تلفون سمارت فون بيقدر يشتغل كمايكروسكوب. تخيل يعني الابروبريت تكنولوجي قاعده على مستويات الدول الناميه او ومفروض تكون قاعده كمفهوم في جامعاتنا على الاقل ندرسه ونفهمه لكن برضو على مستوى MIT في امريكا من احسن الانستيتوتس بتاعت التكنولوجي في العالم برضو شغالين وفكروا في appropriate technologies. يعني تخيل الميكروسكوب ده ممكن يحل مشاكل, ممكن يخلي الناس دي يكون عندهم قدرة إنه يحللوا أشياء بتكنولوجيز بسيطة. فإنسبايرينج شديد فعلاً الحاجات لما تلقى الاختراعات دي في ظاهرة تكون بسيطة لكن هي really very technical عشان انت تقدر تولف التكنولوجيا المحددة دي انها تشتغل حاجة تانية. اتفضلوا يا شباب, في زول تاني عنده مداخلة في ال يا دكتورة, دكتورة غادة تفضلي رميساء. انا بس كنت عايزة اعقب على حاجة انت كنت ذكرتيها كبير في اول اللايف. أنا كان حضرت الورشة بتاعت الجاسبر بتاعت الكمبيوتر الصغير, هو كيف بيشتغل. كنا حضرنا الورشة دي بتذكر كانت في سيشن, فكان فكرتين إنه كيف تركب الكمبيوتر ذاته, هو حاجة كده عاملة زي الشريحة, فكيف إنك يعني تبني الحاجة دي from scratch. فحتى الحاجة دي كانت very very interesting, وكيف الحاجة دي في النهاية لما انتمت يعني احنا كنا صراحة يعني مندهشين بانه الحاجة دي عندها باور, يعني هو عنده باور رهيبة في انه يحل المشاكل, وزي ما قلتي بيستحمل الكونديشنز يعني حد كونديشنز الصعبة. فعشان كده ده كان حاجة ملفتة شديد, ولحد هسه انا متذكرة كانت الورشة والتفاصيل حتى التعقيب بتاع البروفات انه لما جينا عملنا حاجات غلط كيف رجعوها وكده. فدي كانت حاجة زرستين شديد. يعني الرازبري باي ده I'm excited about it. طبعا يا مجاهد عندنا 3D printer كان جبناه معانا بسفر كينيا ديك, وتذكروا كل زول شعل له قطعة في شنطته بتذكر, كانت حاجة مضحكة جدا جدا. لكن البيهن لما وصلت هنا ركبناه تاني وشاركنا بها في مؤتمر. الزمن ده كان 2015 لما عملنا إحنا هنا ده ورشتنا وحاولنا نكرر هذه حاجة مثلا من الحاجات إحنا كجمعية استفدنا منها لما مشت مجموعة مننا وجزء منكم يعني شارك في الـ يتعرف على 3D printing بشكل لصيغ وعرف يركبه كيف وعرف يستخدمه كيف. جبنا معانا واحدة أفتكر فيرشن 1 كمان الزمن ده كانت من 3D printing, يعني من أوائل الحاجة اللي طلعوا يعني المودلز اللي طلعوا. وجينا عملنا لنا, كان عندنا ورشة هنا ما بتذكر اسمها يا ربي, كانت عن الهوب, أفتكر كانت عن الهوب عن الأمل. ناس يحيى ومحمد ميسرة وما عارف انت برضو شاركت في دي ولا لا, لكن قاموا حاولوا يكرروا الحاجة اللي هم يتعلموها هناك. كانت exciting لكن ما كان في أبتيك كثير, يعني حتى عرضنا على ناس اتحاد أصحاب العمل إنه نعمل لهم ورشة مجانا على أساس ديل يهم ناس الصناعة وناس كده والأعمال على أساس إنه ممكن تتطور بها الصناعات بتاعتنا. بتذكر يعني ما كان في excitement شديد. البيئة بتاعتنا عاوزة شغل كثير على أساس إنه we get excited about الابتكارات دي we get excited about إنه كيف ممكن to apply it لل problems اللي عندنا. الراسبري باي زي ما قالت رميساء صغير جدا بيحتاج لباور بسيطة ودي حتة مهمة, وممكن بكمبيوتر واحد تشغل لاب, يعني يكون في terminals مختلفة. فتخيلوا إنه إحنا ممكن ب $300 نعمل information center في حتة نائية. دي بتكون يعني أنت في النهاية أديت الناس ديل حق من حقوقهم المعلومات,
وإنه يقدروا يعني to access النظرة الموجودة في الإنترنت ويقدر يكون عندهم digital skills يعني ودي بالتالي بتديهم فرص أكبر في 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 حياتهم. أنا بتذكر قبل كم سنة جاتني فرصة أمشي يوغندا أشوف شغل بتاع innovation هناك. لقيتهم عاملين لاب زي اللي نتكلم عليه وده في حتة بعيدة جدا جدا واللاب ده شغال بأنه بينزل الويكيبيديا بينزلها كلها في في وبيحفظها بعد ذاك people come وبيحصل الابديت يعني every few days بشكل منتظم. لكن في في الـ 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 في الوقت الناس بيجوا بيستخدموا اللاب دي او السنتر الانفورميشن سنتر ده ما بالضروره يكونوا كونكتد للانترنت خلاص نزلوا الحاجات والجديد يعني. فبتذكر لقيت لي طفل صغير لما شفته بتفرج في شنو في الهناي لقيته في الشاشه ومندمج ما حس ذاته ان انا واقفه وراه وبعاين معاه في الحاجه اللي هو بيشوف فيها مندمج فيها جدا جدا. الزول ده كان بيعاين في الطيارة بعين في الميكانيكس بتاعت الطيارة يعني الصفحة اللي كان بعين لها بتوري أجزاء الطيارة ودي بتعمل شنو والدايمينشنز حاجة معقدة جدا جدا. لكن we never know إنه العلم اللي دخل له في راسه في اللحظة دي ممكن هو يأثر على حياته لقدام كيف يعني we should not underestimate the moments of learning دي اللي بتخلي الطفل ده ممكن حياته تتغير تماما ويبقى مهندس شاطر جدا جدا. لما انت تفتح الفرص وتتوفر المعلومات بعد ذاك people do with knowledge دي what they want يعني to improve الحياة بتاعته. فدي كلها من يعني الغيم يا بتاعت appropriate technology وغيم العدالة ليه يكون في طفل هنا في الخرطوم بيقدر تأكسس الحاجات دي بسهولة وطفل قاعد في كادوبلي ولا قاعد في كبكباية ما يقدر يصلها. دي هنا طبعا ما عدل فلازم نشوف شنو هناك ممكن يشتغل في الوضع ده. لو في زول تاني عنده مداخلة أو لو شذة موجودة كانت قبل شوية موجودة ويدان أو لنا عندكم مداخلة. أيوة أنا بتذكر كان في آيكات اللي كان في كينيا كان في طالب من الجامعة اللي كانت هوستينج أس كانت كينياتا يونيفرسيتي على ما أتذكر. فهو وتيم يعني المشروع بتاع التخريج حقهم كان إنهم لأنه في كينيا في زي عندنا هنا في السودان باستر الناس الرحل والمزارعين عندهم كونفليكت إنه ده بيزرعوا بعد شوية بيقوموا يجوا الرحل يقوموا يخربوا الزراعة حقتهم وبعد كده يعني المشكلة بتبقى يعني دموية وكده. فالمشروع حقهم كان إنه يعملوا سنترال داتا سيستم بالجي اي اس يقوموا الجي اي اس بيقوم بيوري الباست يعني بيتكوميونيكيت مع المزارعين ومع الباستر مع الرحل ده. فقاموا انه المشروع بتاعهم انهم يكون عندهم يعني مثلا دائما يعني احنا دائما بنفكر ودي حاجه انا خلتني تو تشيك البايس بتاعي برضو انه دائما بنفكر انهم هم ممكن يكونوا ما عندهم تلفونات ما عندهم كده والحقيقه عكس كده تماما انهم they're very يعني دائما بيكون في زولين ثلاثه في بيكون عندهم ساتلايت فون بيكون عندهم even سمارت فونز عندهم انتنس بتقوي الشبكه وكده. فبيقوموا يعملوا مواعيد الزراعة بلملموا الداتا من المزارعين إنكم أنتوا حتزرعوا في أتو وقت وحتحصدوا في أتو وقت وبيجمعوا من الداتا بتاعت الجي اي اس إنه ياتو حتة اللي هي المزروعة وياتو حتة هي اللي ممكن يكون فيها يعني لسه قبل الحصاد. فكانوا بيرسلوا من الجي اي اس داتا ومن الداتا اللي بيجمعوها من المزارعين والباستوريالز بيقوموا يوروهم الراوت اللي هم ممكن يمشوا فيه بحيث انهم يلقوا موية ويلقوا علف للحيوانات وفي نفس الوقت لما يجوا مارين بيقوموا يزبطوا الزمن مع المزارعين اللي هو الوقت لما الحيوانات دي تجي يعني مثلا لما نحرقوا
يحرقوا المزرعة، بيكون في وقت إنه حتى المشي بتاع المواشي ده بيكون كويس للتربة، الروث بتاعها بيكون كويس للتربة، وكانوا بيعملوا في mobilization للinternational agencies وللحكومة وكده إنهم حتى يوفروا لهم علف غير المخلفات اللي بتطلع من المزرعة عشان الحيوانات حقتهم تأكلها. فكانت هي فكرة يا دوب كانوا بيحاولوا يطبقوا فيها وعملوا ترايل واحد واثنين، فأنا ما أعرف هم نجحوا غايته لحد حسة في الحاجة دي قدروا يشيلوا، لكن هي كفكرة كانت to be tested، كانت فكرة كويسة شديد. ودي كانت واحدة من الحاجات اللي كانت في الهاكاثون، إنهم هم كانوا ناس من الكلية بتاعت الاي تي، لكن قاموا لقوا ناس مثلا development practitioners، لقوا ناس بتاعين GIS data، فحتى المشروع اللي هم دخلوا به عشان يطبقوه وكده طلعوا منه بأفكار كويسة شديد ساعدتهم في إنهم كيف يطوروا المشروع بتاعهم ده. قبل ما تخش يا إسراء دايرة أعلق على حاجة فانتاستيك إكزامبول يا ويدان، لفت نظري في الإكزامبول ده التدخل بتاع الحكومة. قلت إنه فتحوا لهم إمكانية بتاعت إنه يلقوا علف، صحيحيني إذا غلط، كان التدخل شنو لما الشغل بتاعهم ده يتعرف؟ الحكومة التزمت إنها توفر لهم يعني يقدروا الباستوريال سيل، برضو هم عندهم قروش وهم ما كان عندهم مشكلة إنه يدفعوا جزء من القروش عشان يعني الحيوانات بتاعتهم دي تأكل، وفي نفس الوقت to avoid the conflict. فبقى في حاجة زي a revolving fund، إنه بدل ما تدفع يا المزارع قروش تجيب بها سلاح وتحمي بها الحاجة بتاعتك، خدت القروش دي في mutual fund، والباستوريال بدل ما برضو تشتري سلاح وتقعد تكتلوا في بعض، برضو خد جزء من القروش في pastoral fund. فقاموا مشوا للحكومة، it was more like a policy، إنه والله إحنا هنجيب القروش دي، لأنه دايما مخلفات المزرعة ما كل الحيوانات بتقدر يعني المواشي وكده بتقدر تأكلها. فالحكومة أصدرت لهم قرار بأنهم بيقدروا يشتروا الأعلاف، أو حتى يعني الأعلاف اللوكال وكده، وأي زول بيقدر يشتغل في الأعلاف ده عشان يوقف الكونفليكت ده بيقدروا يشتغلوا من دون تاكس، يعني بيقدروا يشتروها بأسعار مناسبة، وإنه لو في عجز في البادجت الحكومة يعني بتدفع لهم. والحاجة اللي كانوا interesting اللي قالوا إنهم ما مشوا لناس مثلا الزراعة ولا كده، actually مشوا للministry of interior، لأنه هم بيصرفوا قروش كثيرة في 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 peace keeping والpeace building. لما نيجي وقت الباستوريال زل في جزء من الميزانية بتاعت الدولة بتمشي للجنود اللي بيمشوا يحاولوا يفضوا النزاع أو يحموا النزاع إنه يحصل، وفي النهاية بيحصل يعني. فقاموا الكونسبت حقه منه ودونا جزء من القروش ونجرب إنه الحاجة دي لو قدرت تجيف ولا لا. فهم كانوا بيقولوا إنه دي الراوند الأولى والراوند وورت إنه في some sort of success في منطقة معينة، وهم دارين يعمموا التجربة حقتهم دي لكينيا كلها. This is fantastic. وده موضوع مهم، نلقى إن شاء الله فرصة الأسبوع الجاي نتكلم عنه، إنه البوليسيز بتاعت الحكومة إن إحنا كناس مهتمين بمجال الابروبريت تكنولوجي، عاوزين برضو حكوماتنا تكون عندها الفيجن ده، إنه كيف هي ممكن تسهل لما تكون السولوشنز على المستوى القاعدي، كيف ممكن الحكومة تسهل، لأنه في النهاية الديسيجن عشان أنا أشتري تكنولوجيا محددة قاعد يحصل على مايكرو ليفل، يعني قاعد يحصل على المستوى بتاع مثلا شركة، ممكن تكون شركة كبيرة زي زين، لكن ممكن يكون بيتنا على في مستوى في النهاية صغير مايكرو هو اللي عمل الديسيجن، لكن في النهاية برضو أنا الديسيجن بتاعي ده لو عملته بكون عملته عشان أنا عندي أهداف وعندي ريسورسز محددة، كان كنت زين وكان كنت بيتي، لكن لما نعمل الديسيجن ده على المايكرو ليفل ده الديسيجن ده متأثر تماما بالبيئة الخارجية الحولي دي، يعني عشان كده منحتاج للتدخل بتاع الحكومات عشان تخلي الديسيجنز دي ممكنه، عشان تقدر تو انفلوينس لينا الاكسترنال انفايرمنت. في الحاله بتاعت الكيس الاكزامبل اللي قالتها ويدان،
هنا الحكومة عملت تدخل عشان تقدر تأثر على البيئة الخارجية من الناس دي واختراعهم وتخليه ممكن. فبس دي يعني بوينت مهمة جدا جدا ويمكن نلقى فرصة الأسبوع الجاي نتكلم فيها الـ appropriate technology policy. الفرصة هسه هتكون عند إسراء عندها مداخلة وبرضو عندها سؤال جاها في اللايف برضو عاوزة تطرحه علينا. تفضل يا إسراء. أنا كنت عايزة أتكلم عن بروجكت برضو كان في أريكات في 2012 اللي هو كان لزميلاتنا في الجمعية السودانية للمعرفة ندى وإيرام وفاطمة اللي هو كان بيتكلم عن إنه بيعملوا نوليدج مانجمنت بورتر للأثار في السودان. فحقيقة كان مشروع من المشاريع المميزة جدا جدا في أريكات 2012 وكانت بيبر كويسة شديد. ده كمثال لواحد من الحاجات اللي أنا شفتها في أيكات في السنين الفاتت أو في مشاركتي في 2012. الحاجة الثانية اللي كنت عايز أتكلم عنها إنه يعني بجد نحن متحمسين شديد إنه نحن نحكي تجاربنا في أيكات وكذا عشان نشجع كل الأندرغرادويتس والخريجين الجداد إنهم يحاولوا ينتهزوا الفرصة دي ويكونوا يشاركوا في الحاجة دي لأن إحنا عارفين قد شنو حقيقة الحاجة دي غيرت مسار حياتنا. فعشان كده نحن حريصين شديد إنه نحن نشجع الناس إنهم يحاولوا يجربوا برضو بما إنه أيكات هيكون في السودان وزي ما قلنا المشاركة هتكون أسهل. غير كده الحاجة دي بتجد نحن محتاجين لها في السودان وفي الـ developing countries بصورة عامة لأنه نحن عندنا إمكانيات محدودة شديد وعايزين نحاول نستخدم التكنولوجيا ونستخدم العلم ده في إنه نحن نقدر نستفيد منه يعني أكبر استفادة ممكن عشان نقدر نطور شكل حياتنا أو نقدر نوفر الاحتياجات الأساسية لنا. دائماً بتذكر إنه الحاجات اللي أنا شفتها في أيكات كانت بتذكرني بواحد من الأفلام اللي كانت كان فيلم ظريف شديد بيتكلم عن هو الفيلم اسمه The Boy Who Has the Wind اللي هو ولد صغير كده في المرحلة بتاعت نهاية المرحلة الابتدائية أو بداية المرحلة الثانوية كان عندهم نقص في الموية هو أهله ساكن في غرية كده وأهله بيشتغلوا في الزراعة وهو بيمشي المدرسة وحاول يتعلم أساسيات من العلوم وبعد ذلك لاحظ إنه أهله لما يكون ما في أمطار ما بيقدروا يزرعوا لأنهم هم متعودين على الزراعة بصورة أساسية. فالولد حاول يستخدم الحاجات اللي تعلمها هو في مرحلة نهاية المرحلة الابتدائية والمرحلة الثانوية بإنه يعمل نموذج كده بتاع الطواحين للهواء ويقدر يولد موية من الآبار عشان أهل يقدروا يستفيدوا منها في الزراعة. فبجد أنا كل ما أتذكر الفيلم ده بتذكر الحاجات اللي أنا شفتها في أيكات لأنه هي بالضبط تتكلم عن إنه نحن عندنا إمكانيات بسيطة وعايزين نحن نحاول نستخدم التقنيات دي عشان نقدر نوفر بها احتياجاتنا ونقدر نحسن بها من ظروف معيشتنا. زي ما زميلاتي كلهم في الجمعية السودانية المعرفة قالوا إنه نحن متوفرين على فيسبوك في أي دول عايز يشارك نحن في أي وقت ما عندنا أي مشكلة إنه to guide him or her في إنه كيف to submit الأبستراكت وفي البيبر ذاته. فأي زول عنده أي سؤال ممكن to contact us on Facebook. في سؤال كان جاء في اللايف حقوله لدكتورة غادة محمد حامد بيسأل قال ممكن نكتب الورقة العلمية بالإنجليزي والبرزنتيشن في المؤتمر أو التقديم في المؤتمر يكون بالعربي؟ السؤال ده شكرا يا محمد حامد على السؤال ده. السؤال ده هو مهم لكن القصة بتاعت العربي عندها احتياجات ودائرة إمكانيات مادية ودائرة إمكانيات معرفية. الإمكانيات المادية لأنه ده مؤتمر عالمي فهو هيكون فيه ناس اللانجويج يعني هتكون الإنجليزي بالنسبة لهم فإحنا لازم معناها نوفر ترجمة فورية تكون لكل سيشن وممكن يكون في parallel sessions يعني sessions متزامنة مع بعضها أو في جنب كل بوستر عشان في النهاية لازم نوفر للناس الإمكانية إنهم هم يقدروا يشاركوا في المؤتمر. الترجمة الفورية دي طبعا مسألة مكلفة جدا ولو عينت
المؤتمر وأجزاءه المختلفة، معناه أنت عاوز يعني جيش كده من المترجمين الفوريين. دي واحد. المعضلة الثانية إنه لأنه الساينس أند تكنولوجي كمجال فيه مصطلحات كثيرة، فبالتالي أنت عاوز يكون في ناس يقدروا يترجموا المكتوب. لو في ناس في النهاية عاوز تكتب برضو بالعربي، معناه إحنا لازم يكون عندنا مترجمين بمقدرات يقدروا يترجموا المصطلحات دي. So far ده ما عندنا، يعني الإمكانيات اللي عندنا ما فيها إمكانية نجيب ترجمة فورية أو يكون عندنا ريفيو كوميتي عنده إمكانية ترجم الأوراق ذاتها. عشان كده حيكون بالإنجليزي كل شيء. ما لم تحصل يعني دعم كبير ويكون فعلا في الإمكانية دي، فإنت هسا أحسن تسلم حياتك كلها بالإنجليزي، وبعد ذاك لما نيجي المؤتمر ذاته في تريكس كثيرة، تريكس يعني في طرق. طبعا إنت الإنجليزي أصلا قاريه وعارفه كده، لكن بيكون في مرات الواحد يتهيب إنه يتكلم أو كده، فهنا ممكن في حاجات صغيرة الناس ممكن تعملها، زي تكتب مثلا في كروت الكلام اللي أنت عاوز تقوله مع كل سلايد، تنظم نفسك بشكل كويس بتقدر تأدي الـ بعدينك. في حاجة أخيرة إنه سواء رضينا أم أبينا، الإنجليزي هو اللغة الجلوبال. إحنا لازم نكسر الحاجز بتاع هيكون غير المؤتمر ده، في هتجيك فرص كثيرة جدا جدا لمؤتمرات ثانية، فما نخلي حاجز اللغة يجيب قدامنا، نحاول نكسر الحاجز ده. أول يومين بنتأتأ، ثاني يومين ما بعرف شنو، لكن شنو بعد شوية بتسلك. حتى في الجمعية دي أنا بعرف ناس كانوا يا دوب مثلا خريجين وكانوا متهيبين من قصة الإنجليزي دي، لكن حسا كان لقيتهم ما هتتخيل انهم كانوا متهيبين قدر شنو. فانا ارجو انه يعني المهم يعني تضغط على نفسك وتكتب الشغل وتجهز نفسك بشكل باكثر شيء، تعمل بروفات في اشياء كثيره ممكن تساعد. حتى احنا ممكن يعني لما نيجي قريب للمؤتمر نعمل لنا جلسه مثلا، نخلي الناس الحاسين بأنهم عايزين يتدربوا ولا كده نتكلم معهم في أنه شنو التريكس المختلفة وكده. فحس كده ما تفكر في البرزنتيشن، أنساها، حس شيلة من راسك، ما تخليها توقف، أكتب الأبستراك والله كريم. أوكي، لو في زول تاني عايز يدي محمد أي تيب اتفضل طوالي، عندنا دقيقتين كده، اتفضلوا على ما اعتقد. يعني لو كذا عايز يشجعوا، انا كنت عايزه اشجع محمد وعايزه اقول له انه انا مريت برضو بنفس الحاجه دي لما كنت خريجه. طبعا نظام التعليم في السودان بيطلعنا احنا بنكون قاعدين انجليزي لكن ما قادرين نتكلم. يعني انا حتي لاحظت من سؤالك انه انت مش ما عندك مقدره انك انت تكتب البيبر ذاته بالانجليزي، انت بتسال سؤالك انه انت حتكتب البيبر بالانجليزي بس شايل هم للحته بتاعت البرزنتيشن دي. الحاجه دي كانت عندنا كلنا في اول تجربه احنا مرينا بها في الايكاد. فبس أنا كنت عايزة أقول لك إنه وانسى إنك أنت كتبت البيبر دي، فالقصة بتاعت البرزنتيشن دي بشوية تدريب كده بتزبط وما عندك مشكلة. زي ما قلت لك دكتورة غادة، نحن ممكن نعمل بروفات للحاجة دي وممكن كلنا نكون معاك يعني نديك تيبس للبرزنتيشن. فزي ما قالت لك ممكن بس تكتب الأبستراكت وتحاول تقدم البيبر والبرزنتيشن بعد ذلك بمتشي اللي أهم بتزبط يعني إن شاء الله. الحاجة دي بجد يعني عايزة أقول لك إنه مع أنت براك كلنا مرينا بيها في البداية. شكراً.
وبرضو أنا عايزة أضيف إنه يعني جزء من التريكس دي مثلاً يعني حاجة أنا شفتها قبل كده الريهرسل ولا البروفة دي، أنت بتكون already أنت عندك البيبر وأنت عندك 12 دقيقة مثلاً أنت بتقدر تقدم فيها الكلام من دون interruption، من دون ما زول يقاطعك ولا كده، فأنت بتكون غالباً مستعد كفاية وعارف المحتوى بتاعك كفاية، فإنك أنت هتعرف تقدر تقدمه. لما تجي الحتة بتاعت الأسئلة والأجوبة وكده بيبقى إنه سهل إنه يكون مثلا في زول من الناس القاعدين او زول نقدر يعني لو بيزار عدد الناس ما كتير شديد اللي هم محتاجين المساعدة دي، بعد كده ترجمت السؤال وترجمت الإجابة ما تخيل لي بتكون مشكلة كبيرة. لكن برضو زي ما قالت إسراء انه يعني اظن معظمنا الانجليزي بتاع الحكومة ده، وبعد شوية لما انت تخد روحك في حتة بتاعت نوعا ما من انه يعني تحدي وانت تكون مستعدة له وتكون قاعد في حول الناس هم مروا بنفس الحاجة، هتقدر تتخطى الموضوع ده شديد يعني. وانا واحدة من الناس برضو قريت في مدارس ياهو بالعربي وكده، لكن يعني لما تقوم برضو تخط الحاجة دي في راسك ويكون حوالينك المجتمع اللي بيشجعك، ممكن تصل مرحلة انه انت حتى بتفكر وممكن تحلم بالانجليزي، فهي دي ما مشكلة كبيرة زي ما الناس بتتحيبها ابدا خالص. شكرا يا ودان. والحاجة اللي انا برضو كنت عايزة اضيفها كنقطة اخيرة انه الفكرة الاساسية من تشجيعنا لانه الناس تشارك في ايكاد هو انه نحن نحاول نكسر حواجز زي دي، زي ما قالت دكتورة غادة هو الجلوبال لانجويج الانجليزي ده، فعشان كده نحن لازم نكسر الحاجز ده. إذا الزول عايز يعمل أي حاجة في حياته لازم يحاول إنه يحط نفسه في محكات حقيقية عشان يقدر يتغلب عليه. شكرا. صح، والناس الجاية برضو يعني برضو الخوف من الأودينس ومن الناس اللي بتجي تحضر وكده، هم أصلاً عارفين روحهم جايين بلد بتتكلم بالعربي، فالاجتهاد بيكون من الجهتين يعني. أكيد ما حيتكلم زي CNN مثلاً، وإنت برضو ما حتتكلم عربي فصيح، فدايماً بيكون في جو ظريف بتاعت إنه الزول عايز يسمع يفهمك إنت بتقول في شنو، قدر ما إنت برضو بتحاول توصل، فالمجهود ما بيقع يعني عليك إنت بس، لكن برضو بيسأل وبيكون interested إنه يعرف وكده برضو بيجتهد، والناس بتتفاهم يعني. والإنجليزي هو أبدا ما حاجز، هو بس لغة بتاع التواصل، فأنت بتقدر توصل اللي أنت دايره بلغة بكتابة بزول يساعد في النص، فتعال يعني قدم وتعال وإن شاء الله ما بتكون مشكلة دي. شكرا يا شباب، والله يعني I think يا محمد بعدك ما شاركتها yes ما عندي حاجة إسراء بعد ال it's yours عشان to close the session. وبس عاوزين نقول إنه السيشن بتاعنا جاي حيكون يوم السبت، برضو السبت يوم 18 نفس المواعيد، وإن شاء الله دير ذاتهم برضو تاني يحضروا للمداخلات والشات في الفيسبوك. شكرا جزيلا للحضور مني أنا، شكرا لكم أنتم يا ودان ولنا ومجاهد وإسراء ورميساء وشفت دخلت ومرقت. أوكي، باي باي. شكرا شديد، مع السلامة. شكرا.